طيب خير ان شاء الله تعالى. انت وش رايك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بداية، أنتم كنتوا زرتوني إن شاء الله قبل سنة صح؟ الحمد لله. طيب بالنسبة للأخ الكريم وزوجته، يعني كانوا زارونا قبل سنة، كانت تشكل يعني سحر صح؟ كان وجود جني، أظن جنية اسمها جيتسيكا ويحيى، يحيى نعم، خروج جيتسيكا وخروج الجني يحيى، يعني بعد سنة كان، يعني بعد ما خرج الجني ما رجع يا صح؟ يعني كانت على العاد. طيب الإشكال اللي حصل، يعني حتى نبين الأمر للناس، هو أن الفيديو الخاص بكم يعني وقعت عليه ضجة كبيرة جدا جدا، لدرجة أن بعض الإخوة هداهم الله، أن أول شيء قالوا أن التسجيل كان بدون إذن. يعني كيف بدون إذن وأنتم كنتوا يعني رأوكم في التسجيل أن كنت قريب منها صح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم قالوا أني يعني حاولت أني أفرض عليكم مال، يعني فرضت عليك شيء؟ لم تفرض علي شيء والحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. المسألة الثالثة هي أن هذا الفيديو أخذوا، ربما شفتوا الفيديو ديال العوضي مشتوش، كانوا أخذوا الفيديو هذا ومع اللي فيديو أخت أخرى من إسبانيا، وأخ آخر كذلك كان عنده سحر الجنون، كلهم شوفوا في الله تعالى، فأرسلوهم إلى أحد الدعاة، وهذا الداعية ما تبين في الأمر، فحكم بناء على الكلام الذي قاله له، يعني فهمت؟ فسبحان الله، حتى أني اضطريت أني ندير فيديو ونوضح فيه المسألة، يعني شرحت من البداية كيف وقعت، كيف أتيتم وكيف كذا، لأنك لما كنت أنت قريب من الزوجة، أعتقد أنت أي صح، جزاك الله خير، أنت كنت قريب من الزوجة، وكيظن أنني أنا اللي كنت قريب من، والله لم تلمسها، خير إن شاء الله تعالى. طيب أنا حتى يعرف الناس، أنتم كنتوا أتيتم من فرنسا صح؟ نعم. طيب الإخوة كانوا أتوا من فرنسا، وفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الرقية كانت عادي جدا، يعني أنا أتذكر أن الرقية كنت قلت لي رقية فرضية، وقلت لك إذا كان عندي وقت آتي ما بين المغرب والعشاء. نعم. صح؟ أتذكر، وسبحان الله أتيت، فيسر الله تعالى أمر الخروج. نعم. في وقت قصير. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وأنا أتذكر حتى أقول الأمر عادي جدا للناس يعرفونه، أنا ما فرضت عليك، ولكن أنت بعد ما انتهت الرقية قلت لي هذا المال لك. نعم، صح؟ هدية مني. نعم، وأنا ما قلت لك، يعني حتى ما كنت أريد أخذ شيء، وأنت أعطيتني المال، جزاك الله خير. يعني أنا أقول هذا الشيء إن الأمر عادي جدا، يعني أنت في علاج ما تفرض على الناس، لكن الناس كل واحد يعني يقدر الجهد على حسبه يعني. ولكن المشكل هو أن عندما فتحت هذا المركز فتح علي مطامات ومشاكل، حتى أن البارحة، أنا أقوله حتى يعرف الجميع، البارحة أخت على الفيسبوك تقول لي على أن أحد الإخوة اتصل بها وقال لها على أني نصبت أو أخذت أموال من أخ سوري في أمريكا بألف دولارات أو شيء من هذا، وأنا تعجبت من الكلام سبحان الله، وفي يستحضرني في بالي أخ سوري أمريكي أعرفه، كان تعالج عندي، فوالله العظيم قدر ربي أنه اتصل بي، فلما اتصل سبحان الله صرحته، قلت له يعني هل أنت اتصلت براقي مغربي أو شيء من المغرب وحكيت له عن شيء أو أني أخذت منك مال أو شيء؟ قال لا، ولكني اتصلت بأحد الإخوة وجدته وضع فيديو عليك، فاتصلت فيه على أساس أني يعني أنصحه لله، فتكلمت معه في بعض الأمور، فما ناقشنا شيء من هذا الشيء. قلت لا، هو قال كذا وكذا وكذا وكذا، فقلت له على أي الآن حاول أنك يعني نقطع الاتصال حتى الغد، من أجل أني أريد أن أتبين في أشياء. يعني البارحة اتصل بي وأخذت إذنه وسجلت المكالمة واستمع الحوار أحد الإخوة، فهو يقول على أن ما قال شيء في حضرتي، ما سبني، ما نصبت عليه، ما كذا. فأنا أقول يعني هذا، أنا أتذكر أن لما وقعت المشكلة كنت اتصلت بالزوجة، اتصلت بك، وكنت أنت قلت إذا أردتني آتي وسجلت شهادة آتي، والحمد لله هم الإخوة الآن بفضل الله تعالى قدر الله أنهم أتوا إلى المغرب يعني بعد سنة، ويؤكدون على أننا ما نصبنا عليهم، وأنهم عولجوا بفضل الله تعالى، وثم الشفاء وخرج الجن والجنية، فلما الافتراء ولما الكذب ولما هذه الغيبة والنميمة ولما سوء الظن ولما يعني السرعة في الحكم على الناس بالباطل؟ فالله أن يهدينا جميعا. آمين آمين.
طيب هذا الذي حببت أن أقوله يعني سامحونا بارك الله فيكم. طيب الخير الكلام ما قاله ذل رب الله تعالى أن تكون الرسالة وصلت إلى الجميع. يعني يكفي والله عيب أننا نشغل الناس وأنفسنا في الرب، ولكن كان واجب علينا أن نرب، لأن المشكلة هو أن الناس الآن إذا كان حتى المنتسبين للدين يصدقون كل ما يراج له وكل ما يقال، فما ظنكم بعوام الناس؟ الله تعالى نهانا عن هذا، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فثبتوا. لا بد من التبين والتثبت، لأن يوم القيامة سوف نسأل عن كل شيء. طيب السلامة، السلامة في هذا اللسان، إنسان ولا بد أن يحجم لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن الافتراء وعن أنه يسيء الظن بالناس. وإذا ما سمعت شيء عليك أن تبين، عندك رقمي، عندك عنواني، عندك مركزي تعرفه، بيتي تعرفه، إذا كنت حقا صادقا مع نفسك ومع الله جل وعلا تبين، حتى ما تسأل يوم القيامة وحجتك تكون ضاحضة، ويوم القيامة أخذ منك حسنات باردة يعني ما تعبت فيها صراحة، لأنكم آذيتمونا كثيرا، صراحة آذيتمونا كثيرا. هذه الأشياء التي ترونها هذا فضل الله علينا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نلزم أحدا. والذي يقول على أننا حتى أن والله العظيم يعني قبل تقريبا شهر التقيت براق هو يستعمل شيء غير شرعي، فنصحته لله جل وعلا، قلت له هذه المسألة غير شرعية، يعني أشياء غير شرعية، قلت له هذه المسألة غير شرعية، يعني ابتعد عنها، فيها استعانة بالجن وفيها أشياء وفيها أشياء. فقال لي أنا كنت أعرف هذا اليوم وأعرف قدرك أنك تريد أن تقع يعني تغلق لي محل لأني أستعمل أشياء غير شرعية، فلهذا أنا أخذت شهادات وتسجيلات من الناس ضدك. قلت له إذا أنت تريد أن تأتي بشهادة زور، إذا كانت عندك شهادة ضدي فحال، وأنا الآن ألزمك أن تريني الناس وأن أتكلم معهم، وإذا اتضح أني أذنبت في حقهم أو سأت إليهم فإني يعني أستحق العقاب. وكان بحضرتنا إخوة والله العظيم، قلت له هيا اتصل بهم، ربط الاتصال الأول، قال لي الهاتف غير شغال، قلت الاتصال الثاني، ربط الاتصال مع أحد الإخوة، قال لي السلام عليكم سلام، قال أنتم الذي كنت تعالجون عند الشيخ نعيم؟ قال نعم. قالوا ماذا صنع بكم؟ قال فعل بنا كذا وكذا. قلت طيب دعني أتكلم معه، قلت معك نعيم ربيع، هل أنت مكاني تتعالج عندي؟ قال لا أختي. قلت ها المسألة الأولى، طيب ماذا حصل؟ قال أنت عندك حصتين ولم تعالج. قلت ومن الشافي أنا؟ الشافي والله. طيب أخذت منها مال؟ قال لا. طيب أين هي المشكلة هنا؟ يعني أرادوا فقط أن يأخذوا، لأنه بفضل تعالى عرفوا الفرق بيننا وبينهم، فيريدون أي شيء بسيط يسجل ضدنا. وهل هذا من الشرع؟ أنا أسأل نفسي هل هذا من الشرع؟ أنا لو كنت أريد أن أسجل شهادات والله العظيم الآن قبل قليل يقول لي أخ أتى من مدينة أخرى عند راق آخر، والأخت تقول أنها أتى من السعودية عند راق آخر، وعولجوا سنوات وما عولجوا. أنا على يقين أن الشافي هو الله، لكن تكون الطرق شرعية، الطرق شرعية. وحتى مسألة المال فإن أمر المال فإني لا أتكلم فيه، هناك أجرة تؤدى ما تم المعقول، ومن أراد أن يعطي فإن لا نكله، ومن أعطاك هل تمنعه من هذا؟ طيب أتك إنسان بهذه والله. أنا قبل يعني تقريبا أسبوعين سجلت فيديو هنا وقلت أني لن يعني أقبل هدية من أحد، ولكن النبي لم يرفض الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم ما رفض الهدية وقال تهادوا تحابوا. طيب أنا صرت أشياء مستحبة في الدين ومطلوبة مرغوبة في الدين صرت أمنعه عن نفسي خشية أن أقع في المحظور حتى لا ألمز بها من جهة أخرى، فحتى لا أحجر على نفسي ولا أمنع نفسي من الخير، فإني إذا ما استمعت للقيل والقال فإني أعذب نفسي. ولهذا أنا أقول للجميع، أرجو أن يكون آخر نداء للجميع، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله. من ظن فينا ظن سوء فيرجع إلى القناة، ومن ظن فينا ظن سوء فليأتي إلينا، هذا هو الدين. أما أن يسمع الكلام ويصدقه فإني أقول له الآن قامت عليكم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يوم القيامة تحاجون وتسألون عما اقترفت أيديكم وعن ألسنتكم وجوارحكم، اتقوا الله تعالى. وأخص بالذكر هذا أهل يعني طلبة العلم والإخوة الذين يستمعون لمقاطعنا ويتبعون أخبارنا، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله سبحانه وتعالى. هذه عينة من العين الكثيرة التي أوضحناها، كم من أخت تكلمتم فيها وأخ تكلمتم فيه فأتى هو يطلب منا أن نسجل شهادته حتى تظهر العيان وتظهر الحقيقة، فهذه من فرنسا وتكلمتم فيه كثيرا، والأخت كذلك التي عندها سحف القبر تكلمت كثيرا، والأخ الذي عنده سحف الجنود أتى وتكلم. إخوة كثر بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أنهم قال الأخ يقول لي أنك عندك كيس تبيعه ب1500 درهم، كيس صغير تبيعه ب1500،
طيب انا اش كنبيع فيه؟ كنبيع فيه الضر، الجواهر. كيف هذا لا يعقل؟ العاقل لا يصدق هذا، العاقل لا يصدق هذا. سبحان ربي العظيم. فكفاكم، حكموا عقولكم يا اخوان، صراحه حكموا عقولكم. لا يدفعكم الحقد والغل والحسد على ان تفطروا على الناس، ولا يدفعكم كذلك الاخر الجهل، ها الجهل لا يدفعكم على ان تصدقوا كل ما يقال. حكموا عقولكم بارك الله فيكم. فكيف يعقل ان انسان ياتي كل من اراد ان يشتهر في الرقيه يبدا في يطعن في الراقي نعيم ربيع؟ هذه باختصار عن نعيم ربيع، ماذا يصنع نعيم؟ حتى قال عني احدهم ومباشره قال عني اني انا من يدفن الاصحار واذهب استخرجها. وهل يعقل يقول هذا اخ ملتزم؟ اخ ملتزم والله اتكلم في حضور مجمع من الناس في مناظره ويقول لي انت كل مره تظهر علينا بفيديو وتظهر علينا بقميص، صار حسد. أم تحسدني على لباسي وعلى كلامي؟ ها اليوتيوب لا تدفع فيه شيء، هو مفتوح للعوام، مفتوح للجميع. يعني أنت اجتهد وبين ما عندك من بضاعة من العلم. كلكم يعني أتكلم مع الجميع حتى مع نفسي. ورأيتم أن الفيديو حتى قالوا عنا أن نستغل في الدعوة في الرقية، الحمد لله بين أشياء كثيرة خلاف الرقية الشرعية. يعني ما من فكرة تخطر في بالنا إلا ندعو الله عز وجل. الدعوة مفتوحة ليس في الرقية فقط، وإنما الرقية باب من أبواب الدعوة. فلا تستغلوا هذه الأشياء، بارك الله فيكم. أسأل الله تعالى يهدينا جميعا. بارك الله فيك، سامحوني. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا الفيديو من رضانا والله. الله يجزاك. اي نعم، مسألة أخرى. الأخ ذكرني. الفيديو هذا من رضانا، ما تقولوا كاميرا خفية. ها؟ جزاك الله خير. السلام عليكم.